من جديد في سبور ميكس نكمل الجزء الاخير من الحلقه نتاعنا اليوم باش نحكيوا عن النادي الافريقي باش نسوقوا اخبار بصفه حصريه. هيكل تخيل رئيس النادي الافريقي متقلق شويه من بعض الاتصالات من اطراف مقربه من الجامعه التونسيه لكره القدم بمدرب النادي الافريقي دافيد بيتوني خلاف فوز البنزرتي في المهام نتاعو في المنتخب التونسي. نقولوا فمش عرض رسمي ولا حاجه من نوع هذا، فقط جس نبض واتصالات مدرب النادي الافريقي دافيد بيتوني لقياده المنتخب التونسي في الفتره القادمه. خلينا ناخذ رايك ذاك في الموضوع. والله كلام معقول بتاع رئيس النادي، خاطر عملوها مع فوزي، اتصلوا بالمدرب وما شاوروش رئيس النادي. ننصحهم ان يخليوا اوكي المنتخب مش يوقف على مدرب نادي افريقي، خاطر انا سمعت حتى اشخاص في الجامعه اللي مش عاجبهم مدرب الافريقي تو ولا يحبوا يتصلوا به. خليوا النادي يخدم، وراو قلتها ألف مره، راو النوادي الكبرى كي تحاول تشد روحها سكه لازم الناس كل تعاونها، الناس كل توقف معاها، راو مصلحه المنتخب الوطني ومصلحه النوادي. ورانا نقوموا نضحكوا على رواحنا كيفاش ولات نوادي من افريقيا ومصر والمغرب كل عام فيناليست، واحنا هانا التراجع هانا نشوفوا تو في المستوى اللي وصلتوا عندنا الفريق وحيد. ولذا انا ضد الاتصال هذا، وباش يقول لي والله توضيق الدنيا كل المنتخب والكلوب، ما المنتخب حتى شد بيتوني باش تقعد بالطريقه هذيا ومش قاعده تربح ولا. ولذا خليه الراجل مركز، والراجل في كل انترفيو نتاعو يخرج يقول راني على مشروع على عامين وعلى ثلاثه، وانا هاني نعاود نقولها تو على النادي الافريقي يا ولادي بالاغلاط هاو اللي يسمعوا فيا كله، خاصه انا اعطيك سكوب، انا اعطينا خويا باش نعطيك سكوب برسمك. فما مسؤول سابق في النادي الافريقي ويسمع فيا باش ندوخ العباد وصاحبي، برسمك اختاك وبعد النادي الافريقي بربي، يا سايب رئيس النادي وسايب الكلوب، الناس كل عامله عليها جو اختاك. شنو ما فهمتش شنو وين السكوب؟ هاو سكوب، لا مش نعطيك الاسم بالله، ما هو سكوب. مسؤول كبير في النادي الافريقي سابقا، اي شبيه ماك تحب تكتب تحضر تيتر، اي شبيه نتكلم وانت تقول يخت النادي الافريقي يستنى في اول عثره ونعرف اش قاعد نقولوا. قريت دي كابتير دي كرون، قريتهم بعينيا، ما مش عندي في التليفون، اما قريتهم بعينيا كيفاش باجيت تحضر في السلاح نتاعها في لابروفوني كمال، ريت في النيل الاخراني راك تدخل شويه وتتعمق تلقى عباد ولا تحكي على المدرب والتغيير غلط ولذا سيبوا الناس خليها تخدم هيك القاعده. كل ذيك لا 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 انا نعرف اش قاعد نحكي، نعرف لا لا نعرف اش قاعد نحكي. انا اقول لك حاجه، اقول لك حاجه ساعة النادي الافريقي انا قلت لهم تخسر مع قفص وتخسر في مع جرجيس وتخسر على حسب الخدمه اللي كنت نحكي لك فيها، يسيبوا الهيئه المديره ذي والمدرب يكمل يجربوا عامين يخدموا الافين. كمل شبيه المسؤول هذا يحاضر في الجيش نتاعو كو نادي الافريقي باش تعرف تعمل عثره. والله انا ضد الاخبار هذه ما دام ما فماش اسم ما نعطيكش النجم نقولوا اي حاجه. انا قريتهم بعينيا، قلت لك انا قريت ميساجات بعينيا، خاطر المسؤول هذا في النهار يأسم ما يكتبش من ياس كي تحليل ينسى روحه ولا يكتب ولا يعمل كل شيء. وقتاش وقتاش كمال يضحك كمال يضحك وقتاش 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 الفترة نعم عرفني كمال وقتاش الفترة نتاعو المسؤول هذاك. لا لا ماهيش فترة سيرتو كي تحليل كان رئيس ولا مسؤول؟ تي كان مسؤول كان مسؤول تي كان مسؤول. باهي خلينا نرجعوا لموضوعنا على كل مش راهو مش نعمل في البوز، راهو كمال يعرفني اش قاعد نحكي، مانيش نعمل لا 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 ما فماش اسماء. لا على خاطر ما نجمش تعرفش عليه، ربطت انا جبتهاش وحدي، انا ربطت على حكاية المنتخب، ربط على المنتخب يتصلوا وهيكل متغش عنده الحق يتغش. خلي النادي الناس كل عامله عليه جو وبلاد كامل بالنسبه للمنتخب. لا حبيت نقول انه عيب الاطراف هذه من الجامعه التونسيه اذا كانت تسمع فينا، عيب راهو تعملوا فيه عيب وراهو قلت احياء، سايبوا الراجل يخدم وسايبوا النادي الافريقي. بون مشيتوا لفوزي البنزرتي العقد يسمح لكم لانه وقتها انتهى العقد في جوان، دونك الراجل ليبر، وهذايا اللغه اللي خرجت وقتها انه ليبر وكذا به، وعملها وصف جليل وهز المدرب ما كلمش حتى بالتليفون بالكذب، معناتها من باب التربية ومن باب الاحترام ما هزش تليفون وكلم رئيس النادي. اليوم قاعدين يخرجوا في هاللمبولة ذي متاع التجربة احنا نسميوها كالبول متاع التيست، معناتها تخرجوا فيها. لا يا اخوي راو بيتوني قاعد في النادي الافريقي ومش باش يخرج من النادي الافريقي،
وبرا وشوفوا ثنية أخرى البلاد مذها وسسمو باش يفسخ وما يقولوا لناش واجب وطني اي جستمو ما نجموش نقولوا منتخب لا 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 ما هوش منتخب النادي الافريقي أهم المنتخب لا اشقالوا على سي فوزي اشقالوا على سي فوزي خلي كامل النادي الافريقي أهم المنتخب النادي الافريقي لا العلاقات واحترام الناس أهم من كل شيء الكرامة والاحترام أهم من أي حاجة إذا كان المصلحة الوطنية تقتضي أنه إذا كان تقتضي وهي في الحالة هذه لا تقتضي علاش كيفاش قيمتها بتقتضيش أنا رأيي الخاص لا تقتضي كيفاش قيمتها قولي رأيك الخاص على أساس شنو رأيك الخاص رأيي الخاص على أساس أنه الإشكال ما هوش في الإطار الفني برا صلح برا صلح كل شيء ومن بعد يجي هذا واحد اثنين هاو عندي اقتراح تحفون وحلو للجامعة هاو كاردوزو باش يفسخ مع الترجي ولعب نهائي الشامبيونز كاردوزو ومرشح الترجي قالوا تحب تهزو الجزائر انت كان يفسخ كاردوزو الجزائر لا هزوا المنتخب هزوا المنتخب لا بشعتي رايك خليه للمنتخب الواجب الوطني دقيقة سي ذاكر الواجب الوطني يقتضي انك تخلي كاردوزو للمنتخب من فضلك لا تتعارض مع الواجب الوطني خلي الراجل مش مش لا نعرف اولا كاردوزو بشعتي رايي الخاص طبعا انا ملي نفهم شويه كوره ملي اول ما جاء وعمل ولا يتصور بالكاميرا مسطح ويعمل فك الفازات هذوك الكل عرفته مدرب عادي ولا ما عندش علاقه هذاك انا نحكي على رايي تو نحكي على كواليس انا نفهم تشوف اسمعني عمل تصوير على السطح كوني مدرب عادي ما عندش علاقه ببعضها كوره شعبوي اسمعني انا راه مؤهل ومخول سامحني دقيقة مروان بالله دقيقة غوارديولا يعمل اكثر لا مؤهل انا مؤهل انا مؤهل ومرخص لي بالخبرة اللي قريته في الكورة كل باش نجم نشوف جوار كيكسو يعمل كوترول نقيمه ولا مدرب يقيمه على الاقل 70% نطلع صحيح اثنين في التيران في حيط خاصة تصويرة وما نعرف شنو ما عندهاش علاقة عليها وتصور في البيسين يا عمر في السطح ولا شنو في السطح في البارك عامل واحدة ويتفرج من فوق ويعاين ويشوف حتى مدرب نادي افريقي عامل شكون من فوق يعمل شكون مش هو يعمل شكون ويقيم له ويحضر له الخدمة بسرعة مش موضوع انا باش نزيد النسق مع سي كمال كان بيتوني باش يرد المنتخب كي فرنسا ولا بلجيكا انا مع الواجب الوطني ونحيه من نادي الفريق مختار ما تحسش فما شويه تهويل البيتوني معناها مش مازال بكري تو كاردوزو قلنا 5 جولات حكمنا عليه سيء معناها حتى هذا معناها مازال بكري باش تحكم عليه انه هو مدرب باهي معناها صحيح ولا لا كلام هذا لا بالعكس هو حتى من الاول وحتى في البريباراسيون وشوف والفيكيو اللي عنده ولو كما قال حتى ذاكر ما نجحش هو كي خذا جمعيات لكن تو حاليا كي تشوف هو عاطي باب الفرصه خضراوي ماكش في فورما يهبط مثلا السرارفي يدو تتكى يهبط عاطي كل واحد حقه هذا هو وقت اللي تراه اونترينر عادل ويخدم قد وحسب يعني لي سيونس دونتريمون شكون في فورما يهبط هاكا الفريقي ماشي شوف اول مره انا راني الفريقي عندي مد تعادلوا مع السي اس اس وفما نظام نقولوش فرق اما فما نظام الجماهير قال لك العب لا صفقوا لهم هما خارجين يعني سي يعني هذا باش يوريك شكون هذا مدرب اللي قاعد تشوف عنده يعني افكتيف والجيستيون نتاعو باهي في كل مره 4-3-4-1 يعني 4-2-3-1 قاعد ليفكتيف هذا قاعد فهمتي لكن سي فري باش تصير يعني لي موفي با ولا مثلا هذوما لكن انا شوف في ما نقولش لكن هو يعرف يتكلم الحقيقه ونسمعوا يشدك التصريح نتاعو لا مقنع ويعرف يتكلم وفما دي ميساج للملعبيه للببليك يعني وذي هو بدون شعبويه يعرف وين يحكي بريف يكور ظهر انسان متمرس تبقى لهنا انه فما تشوشير من كلكو زام الجامعه عادي لهنا انت كاداره مازمكش تتغش هاي الخير فهمتني لا تو حزم انا قلت حسب استنتني لهنا هيك التخيل صحيح صارت مع فوزي ديما عنده مشكل مع المعلومات اللي نعطيها هو هيك التخيل يعني تقلق مع فوزي البنزرتي كيمشي لكن شوف ايش نقول لك النادي الافريقي ما يلزمش التشوشير هذا يقلق يعني النادي خاطر هذا نجم يقلق راهو البيرتورباسيون يعمل في ظل نقول النادي الافريقي الحقيقه في البروجي ماشي البروجي نتاعو وديما يقول هو ايش يقول يقول لك راني انا جيت في كونترا عامين لبناء فريق يقلق لا وقت يوصل لونترونور ليكيب ناسيونال تحب عليه ينجم هو بيدو واللي يحب يقول لك خويا المعلومة اللي وصلت زادة يبدو لي انه هو يحب يكمل في البروجي نتاعو في نادي الافريقي زاد هو بيدو يحب يبقى في نادي الافريقي هو تسأل على مباراة نادي سباقسي ولا مباراة جرجيس يحكي لك ديما راني جيت بروجي وعامين يعرف قاعد يخرج من فمه اسمعني نزيد النسخ مع مختار بسرعة خاطر عندي تليفون يستنى نسخ مع مختار ريت تشكون الفرق تحب نحكيو الفرق في زوج مدربين
واحد يغيب عليه اللاعب أربعة أشهر يلعب تيتولي، واحد لاعب عنده أساسي كما غيث يخلط بعد خمسة دقائق يبتدي سبور زعلوني. فما حسابين سيرتو با. أنا عجبني حاجة اليوم وأنا عجبني حاجة في ديسبلين لي أبار ديسبلين ذاكر صحيح اليوم فما موجود حتى على البنك موجود عارف كيف يوظف الملعبية في التيران هذه حاجة تتحسب له اليوم عكس